وصلني هذا الكتاب القيم والنفيس وهذا الجمع النافع والجهد المبارك من الدكتورة حنان بنت علي بن محمد اليماني، جمعت ورتبت وخرجت المسند الكبير للإمام أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى، متوفى عام 7 بعد 300، طبعا للإمام أحمد ابن علي ابن المثنى الموصلي رحمه الله تعالى. ولديه المسند الكبير والمسند الصغير، المسند الصغير برواية ابن حمدان وقد طبع عدة طبعات، والمسند الكبير لم يصل إلينا منه شيء، وإنما هو منثور في بطون الكتب. وقامت الدكتورة حنان بهذا الجهد المبارك النافع والذي فيه حقيقة جهد واضح وبين في جمع هذه الروايات من المسند الكبير من بطون الكتب. والمسند الكبير للإمام أبي يعلى قال عنه طبعا السمعاني، قال: هو كالبحر يكون مجتمع الأنهار. وقامت المؤلفة بجمع أحاديث المسند الكبير من بطون الكتب المسندة تارة بالاستقراء من الكتب المطبوعة والمخطوطة، وتارة من المكتبة الشاملة، وتارة عن طريق برنامج جوامع الكلم. وقد خرجت الأحاديث تخريجا يعني من غير تفصيل وبيان الحكم. وكذلك قامت بجمع طبعا المسانيد، جمعت 232 مسندا زائدا على المسند الصغير برواية ابن حمدان كما ذكرنا، و 46 بعد 500 و2000 طبعا حديثا زائدا على أحاديث المسند الصغير. طبعا والمسند الكبير برواية الإمام ابن المقرئ رحم الله الجميع. وقامت بالجمع والإخراج لا بالتخريج المفصل كما ذكرنا، ولا بالحكم على الروايات. والمسند الكبير كما ذكرنا برواية ابن المقرئ ولم يصل إلينا منه شيء، وقد قامت بجمعه كما ذكرت جمعا طيبا مباركا من طبعا الكتب المطبوعة والمخطوطة والمسندة وغير المسندة. طبعا وقد جمعت المسند من 182 مصدرا من مصادر طبعا في عدة فنون مختلفة، ما بين مطبوعة ومخطوطة ومسندة وغير مسندة من التواريخ والزوائد والمشيخات والفوائد وغيرها. وقد ذكرت في البداية طبعا في المجلد الأول ذكرت أهمية طبعا البحث والصعوبات التي واجهتها في البحث، وكذلك خطة البحث ومنهج البحث، ثم ذكرت أبوابا تحت كل باب بحوث، ومن ذلك الباب الأول التعريف بالمسند الكبير ومؤلفه وراويه ألا وهو ابن مقرئ ومصادره وأسانيد الكتب إليه، ثم الباب الآخر ألا وهو مسانيد المسند الكبير. وكما ذكرت جهد طيب ومبارك، وحقيقة قرأت المقدمة فأعجبتني حقيقة من الجهد الطيب التي بذلته الدكتورة حنان جزاها الله. طبعا المقتبس من المسند الكبير للإمام أبي يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثنى الموصلي المتوفى 7 بعد 300 للهجرة، يحتوي على 5735 رواية. جمع وترتيب وتخريج دكتور حنان بن علي بن محمد اليماني، طبعا وهو كما ذكرت من 6 مجلدات. طبعا ذكرت في المقدمة طبعا أهمية طبعا هذا البحث، ثم ذكرت أهمية الموضوع طبعا، وثم الأبواب والصعوبات التي واجهتها، ثم نأتي إلى منهجي في الكتاب، وهو منهج الكتاب وجمع الأحاديث والروايات. تقول في منهجها في الكتاب: جمعت الأحاديث من المصادر التي استقت من المسند الكبير، ثم صنفت على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، مراعية في ترتيب المسانيد البدء بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم مسانيد الرجال وكناهم، ثم النساء وكناهن مرتبة على حروف المعجم. جردت الأسانيد من سلسلة إسناد الموصلة إلى أصحاب المصنفات، واكتفيت بإيراد إسناد أبي يعلى، إذ إن القاية من الجمع إحياء المسند الكبير وإخراجه بالصورة التي ساقها الحافظ أبو يعلى أو قريبا منها بقدر
الإمكان. رمزت للمسانيد الزايدة على ما في المسند الصغير بالرمز زا تمييزا لها عن غيرها. رجعت إلى كتب الصحابة لمعرفة المبهمين من الصحابة وترجمت لهم بأسمائهم ومن لم أجدهم وضعت حديثهم في قسم المبهمين. كذلك رتبت الصحابة المشهورين بكناهم بحسب أسمائهم على حرف المعجم. في حالة وجود رواية يشترك فيها صحابيان أو أكثر فإني أضع الحديث تحت المسند الموافق للمسند الصغير لأبي يعلى، وهذا في الغالب. حذفت الفروقات المتعلقة برواية ابن حمدان راوي المسند الصغير من رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق، وأثبتت ألفاظ رواية ابن المقري وهو مقصود الباب. تركت دراسة الأسانيد والحكم على الحديث، إذ أن الهدف من الجمع هو إخراج المسند الكبير في أسرع وقت، ولعل الله عز وجل أن ييسر من يقوم بتخريجه التخريج الواسع. بينت غريب الحديث بالرجوع إلى كتب غريب الحديث وغريب الأماكن والبلدان بالرجوع إلى المعاجم الجغرافية وكتب البلدان. التزمت بصيغة الثناء على الله عز وجل أو التنزيه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة. حرصت على نقل كلام العلماء في تعقيبهم على الحديث التي أخرجوها طبعا في كتبهم، وكذلك تعقيبات من نقلوا حديث أبي يعلى في المسند الكبير. اكتفيت بالرجوع إلى المسند الصغير لتوثيق الرواية عن أبي يعلى. اعتمدت في التخريج من صحيح ابن حبان على نسخة الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان. راجعت بعض مخطوطات الكتب المطبوعة لصحيح ما أجده من أخطاء في المطبوع أو إضافة ما سقط من المطبوع. رقمت حديث المسند ترقيما متسلسلا في أول كتاب إلى آخره. طبعا جهد طيب ومبارك ونافع وبذل حقيقة كبير جدا لجمع هذا المسند الذي وأخيرا والحمد لله يرى النور. تقريبا ليس كاملا، وإنما لم تجزم المؤلفة كما ذكرت أنه كاملا، ولكن يعني جهد طيب في جمعه من بطون الكتب المخطوطة والمطبوعة والمسندة وغير المسندة من التواريخ والمشيخات وأيضا الفوائد والزوائد وغير ذلك. فجزاه الله خيرا وبارك الله فيها. وطبعا لا يعني أنسى أن هذا هذه الطبعة من إصدارات المكتبة الأسدية بمكة المكرمة، جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. طبعا متخصصين في طباعة مؤلفات الدكتورة حنان اليماني، بارك الله فيها وفي جهدها ونفع بعلمها وبمؤلفاتها.